مرحبا بكم احبابنا، نطلب من الله القدير انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. لاول مره تشاهد القناه هذه ما بقاش الا بواحد الاشتراك وبواحد اللايك فضلا لا امرا بطبيعه الحال، ومدوا الفيديو ديالنا على بركه الله. انا احبابنا نطلب من الله القدير انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. لاول مره تشاهد القناه هذه ما بقاش الا بواحد الاشتراك وبواحد اللايك فضلا لا امرا بطبيعه الحال، ومدوا الفيديو ديالنا على بركة الله. المهم كما تتعرفوا كاين واحد الشهاد قضائي ديال المحكمة ديال النقد التي يجيز يعني التوكيل الإنساني ديال الوكالة من أجل الطلاق لمهاجر مغربي مثلا. كما تعرفوا كاين العديد ديال الناس يعني باغيين يتطلقوا وما تفاهموش، باغيين يتفارقوا، وبطبيعة الحال كاين مشاكل ديال أنهم ربما ما يقدرش يهود المغرب مثلا باش يقوم يعني بالإجراءات يعني القضائيه باش يدير الطلاق ديالو، تيبغي تسول على الوكاله واش يقدر يدير الوكاله شي حد باش يقوم المقام ديالو في الطلاق. المهم اللي كاين هو ان المحكمه ديال النقد يعني دارت واحد اجتهاد قضائي يقضي باجازه التوكيل في الطلاق على الرغم من عدد يعني من عدم على الرغم اسمحوا لي من عدم التنصيص عليه صراحة في مدونة الأسرة، ولو أنه ما كاينش يعني شي تصريح يعني بعد المسألة هذه في المدونة ديال الأسرة، لكن المحكمة اعتبرت في نص القرار المتعلق بالملف 2020-1-2-279 أن عدم التنصيص على التوكيل في مدونة الأسرة كما كان عليه الأمر في مدونة الأحوال الشخصية لا يعني استبعاده يعني مطلقا، يعني ما يمكنش استبعاد ديال المسألة هذه ديال التوكيل. وقضت المحكمة بأن التوكيل في الطلاق جائز بشروط مذهب الإمام مالك الذي أحالت إليه المادة 400 من مدونة الأسرة. حيثية القرار أشارت إلى أن مواطنا مغربيا التمس الحكم بطلاقه من زوجته الطلاق الرجعي بسبب كثرة المشاكل والخلافات، ووكل دفاعه بمسطرة التطليق. وقد عزز المعني بالأمر يعني المغربي وهو مغربي مقيم في الخارج طالبه بنسخة عقد الزواج ووكالة من أجل التطليق مصادق عليها بقنصلية عامة للمغرب في الخارج، ولم يحضر أي جلسة. مهم لكن مهم زوجة لكن كذلك أن زوجة هذا المدعي أشارت إلى أن زوجها تخلف عن حضور جلستي كان واحد الجلسات ديال الصلح كما تعرفوا، وأنه يحاول التملص من مسؤولياته فيما يخص واجب النفقة والسكن، وأن التطليق بالوكالة لا يقوم على أساس قانوني. هذه كانت يعني التدخل ديال الزوجة هذه ديال المدعي. بعد الانتهاء من الإجراءات صدر الحكم في غير صالح المدعي في الأول، يعني بعدم قبول الدعوة ما قبلوش الدعوة في الأول، فقرر الاستئناف ديال هذه الدعوة دي. ثم أيدت محكمة الاستئناف القرار ليقرر رفع الملف إلى محكمة النقد من بعد رفع الملف إلى محكمة النقد التي أصدرت قرارها في صالحه، وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون. أشارت محكمة النقد إلى أن قرار محكمة الاستئناف بالتأكيد رفض طلب الزوج بالتطليق عبر الوكالة غير مؤسس وناقص التعليل، وقالت إنه كان يتوجب عليه فك عصمة الزوجة من زوجته لاستبحال المشاكل بينهما وتحديد المستحقات. ومريضنا ما عنده بس يعني هذا هو الصواب، راه هو هذا النيت. وجاء في القرار ان التوكيل في الطلاق معمول به في بعض الحالات المبعدين المحكوم عليهم مثلا بالسجن ولا الحبس لمده طويله، او الموجودين في دول يتعذر عليهم مغادرته ويكون للطلاق ما يبرره من شانه تعليقه الحق الضرر، يعني من شأن تعليق ديال هذا الطلاق يعني ما يتطلقوش، يعني غير يمكن يلحق الضرر بأحد الزوجين، فلا هو بالمتزوج ولا هو بالمطلق، وهو ما يتنافى مع ما جاء في الآية القرآنية فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. مهم يعني المسألة أي واحد عنده مشكل بحالة الشهادة راه ممكن إنسان انه يدير الوكاله كما قلت لكم، المحامي ديالو المسائل ديالو يقاد المسائل ديالو يدير الوكاله، وراه ممكن انه يعني يحصل على الطلاق يعني ولو انه يعني الامور قدر تمشي حتى المحكمه النقد، لان محكمه النقد هي اللي بتات فهاد القضيه هذه ديال الطلاق ديال هذا المهاجر المغربي. هذا هو الخبر اللي ربما كيسولوا عليه بزاف ديال الاخوان. كونتو ديال البنزينة بير توتي اديو البولو اوتو بيو جادي اجيبو لا سوري بير لي فاميلي. المهم كاين واحد سكونتو اللي غيخص الناس اللي داخلين في لاليجي، يعني اللي تيستافدو من لاليجي 104 لا هما يا لا حتى الناس يعني اللي تيساعدو هاد الناس هادو ديزابيلي اللي تحتاجو يعني المساعدة.
ممكن انهم يستافدوا من هاد لاجيفولاسيون، من هاد يعني هاد التخفيض يعني في البنزين بطبيعه الحال غادي يوصل ربما مثلا واحد 10 ديال السنتيمات في الليتر تقريبا، وممكن انهم يستافدوا منه. يعني كاين بزاف ديال السيرفيس ديال هادشي ديال البنزينه بحال ايني بحال الكويت بحال التاموال، المهم ديال المحطات يعني كاين بزاف ديال المحطات اللي يقدروا يديروا فيهم يعني البنزينه، وهاد البنزينه يعني البنزينات هادو اللي يقدروا يستافدوهم من هاد يعني من التخفيض هذا. كما قلت لكم راه مكتوب عليهم سيلف بير توتي، راه تقدر تكون مكتوب عليهم ما تحتاجوش يديروا يعني طلب ولا شي حاجه بدون يعني دفع الطلب ولا الضمان، ممكن انهم يمشوا ديريكت من هاد البنزينات ومع الناس اللي تيشتغلوا في هاد المحطات ديال البنزين، وغادي ديريكت يعني يعرفوا طبيعه الحال الحاله ديالهم يعني الصحيه، وغادي ممكن انهم يستافدوا لا الناس يعني اللي عندهم يعني ديزابيليتا ولا حتى الناس يعني اللي تساعدوا هاد الناس هادو اللي تكونوا معاهم تساعدوهم في التحركات ديالهم، حتى هما يعني غادي يستافدوا من هاد التخفيض في يعني في الثمن ديال البنزينه اللي غادي يوصل 10 ديال السنتيمات في الليتر. تتبان قليله ولكن الانسان يضرب الحساب ديالو ديال شحال من لتر غادي يستهلك في الشهر. الناس يعني اللي تيستافدوا من هاد لاليجي القانون ديال 104 يعني غيكونوا ما فيه حتى من الخلاص ديال البولو اوتو ما يخلصوش، وقدروا كذلك يستافدوا حتى من شراء ديال السيارات اللي بغا يشري شي سياره جديده بطبيعه الحال يقدروا يستافدوا كذلك من بعض التخفيضات. المهم هذا خبر خاص بالناس ديال لاليجي 104 والناس اللي تيقوموا بالمساعده ديالهم. مساله كنت تكلمت عليها شحال هادي اللي هي ديال لوبليغو ديال باغاميتو كون البوس دا لوليو، يعني المساله ديال خلاص ان الناس يخلصوا بالكارطه ديالهم، والناس لي كوميرشانتي يعني ضروري انهم يعني يتوفروا على هاد البوس هذا باش يعني يستقبلوا الخلاص ديال عباد الله بالكارطه، لانه ابتداء من الاول ديال لوليو شهر 7 يعني اخر اجل راه هو 30 جونيو في هذا الشهر هذا، يعني ان الانسان الشركات يعني ديال البيع والشراء ومش غير الشركات ديال البيع والشراء، حتى مثلا الاطباء واطباء الاسنان كذلك حتى هما مثلا تما خصهم يحصلوا على هذا يتوفروا على هذا البوس هذا باش يتخلصوا من عند عباد الله، يعني واللي بطبيعه الحال اللي ما غاديش يدير البوس هذا او ما غاديش يقبل الخلاص بكارطه بطبيعه الحال ممكن انه يتعرض لغرامات. المهم ابتداء من الاول في شهر 7، والمساله هذه كنت تكلمت عليها شحال هذه كنت شتها شحال هذه تقريبا في ابروفاوا يعني القانون هذا في 30 ابريل واقيلا كان بروفاو. المهم الاجل اللي كاين هو هذا ديال 30 ديال هذا الشهر هذا، يعني جميع يعني المراكز يعني التجاريه خصهم يتوفروا، الناس كاع اللي تيديروا بيع وشراوا هادشي خصهم يتوفروا على هاد البوس هذا يعني ويقبلوا، يعني ما يمكنش انهم يرفضوا الخلاص يعني بالكارطة بالبنكومات وباي مبلغ كما كان، يعني ما كاينش حدود ديال المبلغ، يقدر نخلص اورو مثلا القهوه اللي بغيت نخلصها يعني في المقاهي مثلا نخلص اورو ممكن نخلصه بكارطه ما كاينش مشكل، وما يمكنش الرفض ديال هذه المساله هذه. وبطبيعه الحال اللي ما دارش اللي خالف هذه القوانين بطبيعه الحال راه غادي تكون غرامات. المهم هذا القانون غيدخل الفيغور يعني ديال هذه السانسيون غيدخلوا ابتداء من الاول ديال لوليو عوض الاول ديال جين مايو ديال 2023، كان مقرر يعني تبدا السانسيون يبداو ابتداء من الاول ديال السنه المقبله ديال 2023، ولكن غادي تدخل حيز التنفيذ هذه المسائل وهذه العقوبات هذه ابتداء من الاول ديال الشهر المقبل لوليو ديال هذه السنه هذه ديال 2022. لذلك جميع خوتي الناس اللي عندهم يعني محلات ديال البيع والشراء الخضره ولا اي محل كما كان الحلاقه، المهم جميع المحلات التجاريه حتى الاطباء كما قلت لكم يعني راه خصهم حتى هما الاطباء واطباء الاسنان المهم هادو راه حتى هما خصهم يعني يتوفروا على هذا البوس هذا باش يعني يستقبلوا الخلاص ديال عباد الله عن طريق البنكومات عن طريق الكارطة. لما كان في هذا الفيديو هذا نتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.